تنديدا بالعمليات الإرهابية التي تعرض لها رجال الأمن من جيش وحرس، قامت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بمسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، في محاولة إلى تبليغ صوتهم والمطالبة بتطبيق القانون وإبراز حقيقة رجل الأمن رغم تكرار الاعتداءات على الأعوان والإطارات والمقرات الأمنية. موجودين بالنسبة للأمن والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية لتفعيل يعني اللي صاير في البلاد الكل. هذه مساندة للشعب، وتو الشعب هو مساندنا، وهذه حركة عملناها باش الشعب يعرف. نحن فرحانين كون الشعب ولا ما صارت مصالحة ما بين الأمن والشعب التونسي. هذا ايش نحبوا؟ نحن نحب نقولوا للحكومة وللحكومة الجاية ويسيرتو يعملونا أمن جمهوري. هذا باش ندوا بالأمن الجمهوري وبتفعيل قانون عدد 4. هذوما من أهم الحاجات، وكذلك زاد حوادث الشغل، هذوما أهم حاجات بالنسبة للبوليس ولا للأمني. كيموت ما يبداش يخمم على الخبزة نتاعو، يخمم على أولاده، على خاطر هو البوليس ولا الأمني ولا العسكري ولا أي إنسان يخدم في تراب البلاد هو يخدم واجب حتى باش يموت. هذه وطنية نتاعو تحتم علينا، والناس الكل تتحد ضد الإرهاب. احنا خرجنا على جيل الشهيد. ثاني حاجة حبوا الحكومة هذه تسقط، ما نحبوش زملائنا الأمنيين كسوال قدم ولا جدد يموتوا. عدد من المواطنين حضروا لمساندة المسيرة والرفع من معنويات رجال الأمن بعد أن أصبحوا مستهدفين من قبل الإرهابيين. حافظتي احنا الناس هذوك قاعدين يموتوا على خاطرنا، فهمت؟ قاعدين معناها اغزر انت وقت اللي بار اكزومبل نمشيو للكام تاع الميليتير نتاعنا، ليزارمي نتاعنا، ناس معناها في رمضان وناس كذا، فهمت؟ يموتوا معناها بالطريقه هذيك، معناها بشيء ما تقبلوش معناها، فهمت؟ زاد كيف لي غارد ناسيونال نتاعنا، فهمت؟ اللي ماتوا اولادنا واحنا امات حسينا بيهم، هذاك علاش خرجنا يا امي العزيزه. شواونا تونس زرعوها باش شجرة، الشجرة عمرها عامين، لكن هي الشجرة ولات عمرها 50 سنة، سقاوها بالدم متاع أولادنا. مرضنا عملنا سيئة، ما عادش نجموا، ولذا يلزمهم يخرجوا، يلزمهم توا بالمرصاد بالنهار ليهم. اعتداءات متواصلة على رجال الأمن قابلها إصرار على مكافحة الإرهاب وإثبات للوطنية وفداء تونس بدمائهم ومزيد تقديم الضحايا لبناء تونس الغد والمساعدة على بناء دولة القانون.